الاستعدادات جارية على قدم وساق من طرف لجنة حكماء المؤسسة الدبلوماسية قصد اختيار جيد ومستحق لمن سيتوجون ليلة الحدث. والحدث الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية لدورة 2014. تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي للسادس والعشرين من مارس 2013، مضامين تؤكد على الدور الرئيسي للدبلوماسية غير الحكومية في عدة مجالات لدعم المبادرة التي تخدم مصالح الوطن. من هنا انطلق المشروع وتحقق في أمسية استثنائية اختير لها كعنوان بارز الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية. إن هذا الحفل الذي بادرت إلى تنظيمه المؤسسة الدبلوماسية في نسخته الثانية يندرج ضمن الأخذ بتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته الموجهة يوم 26 مارس، والتي أكد فيها جلالته على الدور الرئيسي الذي يجب على الدبلوماسية غير الحكومية أن تقوم به في عدة مجالات لدعم كل المبادرات التي تخدم القضية الوطنية. جائزة الدبلوماسية الدولية اخترنا لها شخصية عملت على تطوير العلاقات المغربية مع بلدها، وأيضا ناصرت المغرب في عديد من القضايا، وأيضا هو صديق كبير للمغرب، وهو السيد ميخيل آخر موراتينوس. الجائزة الأولى منحت لشخصية بارزة في عالم السياسة الدولية، السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني السابق، شخصية بارزة في عالم الدبلوماسية الدولية، تقلد عدة مناصب في بداية مشواره الدبلوماسي، نذكر منها بالأساس منصب مستشار سياسي بسفارة إسبانيا بالرباط. صديق للمغرب والمغاربة، يتقن عدة لغات من بينها اللغة العربية. Permettez-moi tout d'abord évidemment de féliciter au président de la fondation diplomatique, Monsieur Abdelhadi Khabek, et comme aussi le président du comité de sages, mon cher ami le ministre Othmani, de tous les membres du comité de sages qui ont eu le courage de m'offrir cette cadeau, cette reconnaissance que je porterai avec énorme fierté et énorme gratitude. الجائزة الدولية البرلمانية منحت للسيد عبد الواحد الراضي، اسم لامع في مجال السياسة. عبد الواحد الراضي برلماني منذ أزيد من 50 سنة، تقلد عدة مناصب وزارية ومهام دبلوماسية. السيد الراضي يشغل حاليا منصب رئيس اتحاد البرلماني الدولي الذي يضم برلماني 140 دولة. أشكر كل إخوان الذين ساهموا في إعطاء هذه الجائزة، وأشكركم على حضوركم. السلام عليكم. Le prix de dans le domaine industrie et services sera décerné à la Royal Air Maroc. الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية لقطاع الصناعة والخدمات منحت للخطوط الملكية المغربية. الشركة والتي يرأسها السيد إدريس بن هيمة تعتبر رائدة في مجال الطيران. الخطوط الملكية المغربية تشغل أزيد من 4600 موظف في أقسام مختلفة، وأصبحت تقصد 80 وجهة مختلفة عبر القارات الخمس. Au nom du personnel de Royal Air Maroc, nous sommes très reconnaissants de ce prix qui est attribué à notre compagnie, et nous le recevons avec modestie mais aussi avec fierté. Le trophée associatif, il a été décerné à une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation, non seulement de l'éducation, mais l'éducation des enfants démunis.
الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية في المجال الجمعوي منحت لرئيسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE السيدة ليلى بن جلون دعما للمجهودات التي تقدمها المؤسسة في المجال التعليمي لأطفال العالم القروي، برنامج هادف يضمن جودة تعليمية عالية. Nous sommes extrêmement heureux de recevoir ce prix parce que ce programme mérite en effet d'être davantage connu. C'est un programme de dissémination d'un concept éducatif dans le monde rural. فائز بجائزة الدبلوماسية العامة في صنف الثقافة الجمعية المالية للصداقة المالية المغربية سيد موسى ديارة. الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية في المجال الثقافي منحت لرئيس الجمعية المغربية للصداقة المالية المغربية السيد موسى ديارة أمام جمعية تعنى بالتنمية المستدامة بين البلدين منذ 6 سنوات، جمعية تنشط في عدة مجالات لعل أبرزها التربية، الثقافة، الصحة، التنمية المستدامة والرياضة. Nous félicitons la Fondation diplomatique pour cette belle initiative de la diplomatie publique. Un nouveau concept que je salue ici avec vigueur. Le Mali et le Maroc, pour nous, ces deux pays, deux nations plus que frères. Parce que nous savons que Sa Majesté le Roi Mohamed VI considère le Mali comme sa deuxième nation. البرنامج تواصل بمقطوعات موسيقية قدمت في طبق فني للحضور والمشاركين في هذه الأمسية. Le comité des sages de la Fondation diplomatique d'attribuer le trophée économie à une entreprise que probablement beaucoup d'entre vous connaissent et qui est au fait un grand bureau d'études qui s'appelle CID, Conseil Ingénierie et Développement. الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية في المجال الاقتصادي عادت لمكتب CID، مكتب متخصص في الاستشارات والهندسة. المكتب يشتغل في مجال إعداد الاستشارات الهندسية والتقنية خصوصا في مجال الطرق السيارة والسدود والتطهير والموانئ. CID مكتب يشتغل بالمغرب وإفريقيا. الأستاذة حليمة مبارك الورزازي. الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية للمرأة منحت للسيدة حليمة الورزازي. الورزازي تعتبر من النساء المتميزات اللواتي شغلن مناصب دبلوماسية منذ أزيد من 5 عقود من الزمن. اشتغلت كأول ملحقة ثقافية بسفارة المملكة المغربية بواشنطن، وكذلك انتخبت كرئيسة اللجنة الاستشارية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. Je n'ai pas de mots d'ailleurs pour exprimer ma gratitude à Monsieur le Président du Comité des Sages du Trophée de la Diplomatie Publique, ainsi que bien sûr à Monsieur le Président de la Fondation et à tous ses membres de cette honorable organisation pour avoir pensé à moi.
الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية في مجال العلوم والاختراع منحت للسيد رشيد اليزامي مخترع بطارية الليثيوم في مدينة فاس رأى النور، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أكمل دراسته. اليزامي مستقر حاليا بدولة سنغافورة، وقد تسلم مؤخرا بواشنطن جائزة شارل ستارك درابور لأفضل المخترعين العالميين، وجائزة المؤسسة الدبلوماسية تسلمتها بالنيابة السيدة سمية بن خلدون الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. أود أن أشكر المؤسسة الدبلوماسية ولا سيما الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية، والتي تحرص دائما على أن تتوج وأن تختار من ضمن ميادين التتويج تختار ميدان العلوم. الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية في القطاع الرياضي سلمت للبطل عبد الكبير ويدار، بطل عالمي في رياضة الفروسية، مثل المملكة المغربية في عدة محافل رياضية دولية، ورفقة فرسه العربي الأصيل حاز على عدة ألقاب عالمية. الجائزة تسلمها بالنيابة حسن الحريري الصحفي بالقسم الرياضي للقناة الأولى وعضو لجنة حكماء المؤسسة الدبلوماسية. الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية في المجال الإعلامي منحت للصحفي المغربي المتميز سعيد الجديدي، فبين الكتابة والإعلام السمعي البصري لمع اسمه وهو المتخصص في اللغة الإسبانية. ختام الأمسية كان بإيقاعات آسيوية لفرقة قدمت من أندونيسيا. صورة تذكارية للمتوجين أخذت في آخر الحفل في انتظار النسخة المقبلة من الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية.